المسيح الدجال خروجه من العلامات الكبرى، وسمي بالمسيح إما لأنه ممسوح العين، وإما لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما ما عدا مكة والمدينة. ووصف بالدجال، وأصبح هذا الوصف علاما له، وصف بالدجال لأن الدجل هو التمويه والتلبيس، بمعنى أن هذا الرجل يدلس ويلبس على الناس بما أعطاه الله عز وجل من هذه الخوارق. ولذا أتي بصيغة المبالغة الدجال على وزن فعال، لأنه كثيرا ما يدجل ويلبس على الناس.